كلمة واضح إن جسمي من سيد حسين نخدم في الجبس بلاك دو بلاتر جبس مودرن. دخلت الشانتي كنت فرحانة أكيد مانيش فاهمة شيء وقتها، قلت شبيه كي وصعيبة وكيف باش نبداها أنا وقتاش باش نتعلم الخدمة هذي الكل. من بعد عرفت أني بالبراتيك وبشوي بشوي أكيد باش كل مرة نتعلم حكاية وباش نطور في روحي. مش خدمة متاع رجيل ولا خدمة متاع نساء ولا خدمة متاع بنات. الفكرة جيتني 2016 وقت عمري 16 سنة، كنت نخدم ديزاين على الحيط، كل مرة نمشي الروضة نرسمها وكل مرة نمشي البيت متاع صغار نرسم فيهم ديزاين. أخوي يخدم في الدومين هذا، قلت له علمني خلينا نخدم ماستيك كيفك والكل، ما كانش من العكسين علمني. بعديك زيد قال لي باش تزيد تستفيد انت وتزيد تتعلم أكثر على بالقواعد متاعها، بعثني لكنوف كنوف عملت فورماسيون. خديت زوج شهيد، شهيدة بلاك دو بلاتر وشهيدة اونديام بلاك. لي ما شفتش حق بنيت معي في شانتي، يعرضوني كمهندسين في شانتي معناها ما لقيتش بنيت يخدموا معي. بعد ما طلعت الحكاية برشا بنات تشجعوا ومشيوا وعملوا فورماسيون كيفي انا ويحبوا يدخلوا في الدومين، ومش كان في الدومين هذا برشا بعثوا لي ميساجات قالوا لي رانا تشجعنا على برشا خدم، فما اللي مشيت ميكانسيان في الحومه، فما اللي فلاحه، فما برشا بنات زاد يخدموا في خدم احلام. يسالوني يقولوا لي كيفاش بديتها، يحبوا نعرفوا كيفاش بديتها، يقولوا لي برامنا رانا عندنا برشا خدم نتمنيهم باش نخدموه، ونخافوا من العبيد اللي يقولوا علينا مثلا خدمه رجال، يقولوا علينا طفل، ولا يقولوا علينا، نقول لهم ما يهمكمش في كلام العبيد، خاطر كي مش نتبعوا كلام العبيد مانيش نخدموا شيء ومانيش باش نطوروا في رواحنا. ليه